مشاهدينا نحييكم من جديد. نقدم صناع فيلم حرام الجسد يثير جدلا شديدا، تختلط فيه السياسة بالفن، هتلاقي فيه العجز الجنسي يختلط مع العجز السياسي مع الخلل الأمني، يعكس أوضاعا كثيرة هنناقشها مع صناع الفيلم، المنتج الكبير الأستاذ جابي خوري. أستاذ جابي أهلا بيك. أهلا بيك. المخرج الكبير الأستاذ خالد الحجر. أستاذ خالد أهلا بيك. أهلا بيك. الفنانة ناهد السباعي بطلة الفيلم. ناهد أهلا بيك. أهلا بيك. وأحمد عبد الله محمود. أحمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. خليني أستاذ خالد أبدأ معاك في الفيلم، على اعتبار أنه مجرد ما نشر بس الأفيش المصغر أو الصورة المتعلقة بالفيلم، يعني وجدنا جدلا شديدا بالإضافة للعنوان حرام والجسد، يعني البعض هيعتقد أن احنا أمام خلطة جنسية. يعني هل ده كان هدفك من الفيلم، انك تأخذ الجنس يعني منحة واتجاها كتوليفة تجارية، ولا لم يكن ذلك في الحسبان؟ لا، هو مش الجنس، هو الرغبات الإنسانية والاحتياج الجنسي، وازاي الجسد بيفرض عليك شهواته فبتعمل أخطاء. بس ما كنتش عاوز أخد الفيلم في حتة جنسية، لأنه الفيلم مفيهوش مشاهد جنسية فجأة أو صريحة. يعني أنا عملت في أفلام قبل كده مشاهد جنسية، في كوبلات مصرية كان في أكتر، ده لأن حتى هم في الأرياف وفلاحين، فما كنتش أقدر أعمل جنس بالشكل اللي كنت ممكن أعمله في المدينة مثلا، لأنه لهم طريقة معينة في البوز، في الحضن، إزاي بينهم مع بعض. وأنا ما كنتش عاوز الفيلم يتاخد في شكل جنسي، هو اتاخد في شكل جنسي بس أنا ما كنتش عاوز ده، ما كانش ده في حسباني خالص. ما كانش ده في الحسبان. بس الاختيار العنوان حرام الجسد ده كان اختيارك انت؟ هي دي المزرعة، أنا كنت بشوف فلاحين بيشتغلوا فيها، مزرعة بجد بتاعت واحد صديقي، فقلت أنا عاوز أكتب حاجة عن الناس دي، أكيد عندها غرائز وعندها حياة وعندها بيخونوا بعض وكده. فكتبت قصة قصيرة، أنا بكتب قصص قصيرة اسمها يعني كتبتها اسمها حرام الجسد، ما تنشرتش. بس بعد آخر مسلسل اللي عملته شمس قلت أنا عاوز أعمل فيلم، فحسيت إن دي أنسب واحدة عشان الظروف اللي كانت أمنية أيام الثورة وهروبه، فحسيت إن دي أنسب حاجة ممكن أرجع بيها بعد فيلم الشوق يعني. وحرام الجسد كان على من أول مكتوب، يعني ده الاسم اللي انا اخترته. بس انت اخذت الاسم تجاري في كل الاحوال. هو الاسم يشد يعني، كنت بقول مشاهيات كنت بقول للاستاذ جايب الاسم يشد، الناس هتقول لك يعني ايه، يعني كانوا بيسالوا مرتين ايه حرام الجسد، يعني يقول لك طب هي بمعنى خطايا الجسد، او بالانجليزي موجوده في الانجيل سينس اوف ذا فليش، انه الجسد بيخطئ في العقل والروح والجسد، فالجسد عنده خطايا عنده رغباته اللي ممكن تصيب او تخطئ يعني. بالظبط. استاذ جابي، هو الجنس لسه بيبيع؟ ده التعبير ده بيستخدم مع المنتج ويستخدم كمان في الصحافه، يعني في احيانا احنا في الصحافه فكان البعض يستخدم العناوين اللي فيها الجنس يقول لك عشان ابيع بيها. يعني هل الجنس بيبيع في السينما دلوقتي بعد تنامي الانترنت والثوره التكنولوجيه ده، اللي المواطن ممكن يدخل على اي حاجه دلوقتي؟ انا بيتهيالي لا، يعني بشكل عام كده بالمطلق لا، مش هو ده اللي المشاهد عايزه دلوقتي، لانه زي ما حضرتك قلت ده موجود على الانترنت او موجود في قنوات كتير فضائيه تلفزيونيه، فبالتالي هو الجنس موجود. انت المشاهد هو عايز فيلم يعني يصدق الحاجات اللي هو شايفها على الشاشه، يعني يتعاطف مع الابطال او يتواصل معاهم، يعني لازم القصة والحبكة والكلام ده كله يأثر فيه. إنما أنت كجنس كده بشكل فج كده، أنا لا ما أظنش المشاهد دلوقتي هيجري وراء حاجة زي دي. وأنا كنت اختلفت شوية مع خالد على الاسم، على الاسم في الأول، يعني ما كنتش عايز حرام الجسد. لا، اتناقشنا معاه لأنه أنا خفت أنه الناس تاخد منحة اللي حضرتك قلت عليه، أنه إحنا بنعمل فيلم جنسي عشان نبيع. يعني انا فكرت في اسم المزرعه، فكرت في اسم فاطمه اللي هي بطله المسلسل، يعني فكرت في كذا حاجه حقيقه.
لانه ما لأن بحيث تبعد الذهن عن التفكير في انك مقدم له تحابيش جنسيه او توليفه جنسيه. بالضبط، لانه انا شايف القصه اعمق من كده بكتير يعني احنا بنتكلم عليه، فما كنتش عايز العمليه تبقى تتاخد كانها هي تسطيح لحاجه معينه. انما هو خالد كان شايف ده من زمان وفي الاخر اتفقنا على على الاسم ده يعني. طيب ناد ما لما جالك الدور ما خفتيش من، انت عارفه دلوقتي في المجتمع بيسود فيه معيار النقد الاخلاقي والحديث عن الاسفاف في افلامنا ومسلسلاتنا، والحقوا شوفوا بيوتنا ازاي نحميها من هذه المشاهد، ما خفتيش اول ما جالك الدور؟ لا هو طبيعي، انا اي دور بيجي لي بخاف، ما بس انا ما بعملش اسفاف، ما بعملش حاجه، والفيلم الناس لو دخلته هتلاقي ما فيهوش حاجه يعني، هي كلها زي ما استاذ بيقول هي خطايا الجسد، والفيلم كله معمول بطريقه ما انا من وجهه نظري انه التصنيف العمري للفيلم علشان المشاهد الثانيه اللي هو القتل او الفيناله، لكن ما كانش علشان انا كنت لسه اسال عن التصنيف العمري للكبار فقط، فدي حاجه. لكن بس الخوف طبيعي، اي فيلم بيجي لي او اي عمل بيجي لي ببقى خايفه طبعا. لا خاصه انا قريت لك تصريح بتقول ان في 5 ممثلات اعتذرنا عن الدور فعلا. هو حصل يعني الصحفيه اللي كلمتها في ده نقلته غلط، هو حصل بعد ما حوريه اعتذرت انا كلمت ممثلات اصدقاء طبيعه الدور كده وفي بوس، فكان بيقول لا في بوس مش هنبوس، في بوس مش هنبوس مش هنبوس، ويعني ناس قلت لهم خلاص يعني انا بحترم الممثل بس ما حصلش انه راح لهم السيناريو، ما حصلش انه مقاروا، ما فيش يعني، دي مكالمات تليفون من غير ما اعرفوا حتى الموضوع ايه، كنت اقول لهم الموضوع كذا وكذا كذا، بس في ما انت لازم قبل ما ابعت للممثله سيناريو كده اقول لها في مشاهد في بوس في هل بتعمل كده، في ممثلات بيقول لك لا من اول يعني انا ما بعملش ده كتير، واحنا بنعمل صناعه انا بتهيألي مش صناعه يعني مش زي ما يعني انا ما اعرفش بتهيألي انا جالي سكريبت فهقراه بعد كده هفكر انا هعمل ايه، واكيد انا واستاذ خالد قعدنا واتكلمنا في الحاجات دي يعني واتفقنا ازاي هتتعمل وازاي الحاجات دي كلها هتتنفذ يعني، وما كانش فيها مشاكل يعني، ما كانش فيه ما فيش حاجه عملت لك صدمه يعني او قلتي لا بلاش دي او نقللها شويه؟ حصل يا استاذ؟ لا انا واضح انه حصل بس انت مش عايزه تقول. لا انا قلت الناهد يعني طبعا ما كنتش شايفه ساعات في المشهد تقول لي هو بس كده، اقول لها بس انا قلت لها ما تقلقيش انا مش هخليك تعملي حاجه انت مش عاوزاها، وده مبدئي مع اي ممثل، لاني انا يعني بستحرم ده ان اطلب من الممثل يعمل حاجه مش عاوز يعملها، انك تضعه في ضغوط الشغل بالزبط. وتخليه بقى يعني ايه هنا اجبر خلاص، ما هو في تحت ضغوط الشغل مش هينفع يقول لا يعني واشخط بقى واعمل واوقف التصوير واشتكي للمنتج لا انا يعني اتفقنا على حاجه انت تقدر تعملي ايه، فكانت ناس بتقول انا اقدر اعمل كده وما اقدرش اعمل كده، ممكن اعمل اوصل لده بس ده لا، وبرضو والرجاله برضو مش يعني ما انا لسه بقى ما نشوف يعني بس انت انا لقيت لك كمان قلت ان في واحده قالت لك انها هتتطلق من جوزها، لسه متجوزه وهتتطلق من جوزها لو خدت ده فعلا ده كلام حصل يعني ده كلام ده حصل، وانا قلت لها لا الجواز ابقى لك خد الجواز بلاش الفيلم بس ده حصل قبل ما الاستاذ جابي طب شفت التحذير يعني واحده فنانه زميله ليكي قالت له انا لو عملت الفيلم ده هتطلق من جوزي، والله ما ينفعش هو انا هقول لحضرتك حاجه، هي شافت الفيلم بعد ما اتعمل وندمت انه ما عملتوش، لا ما فيهوش حاجه الفيلم ما فيهوش، هل ينفع نقول ما اصلا مساله مش سريه؟ لا ما اظنش يعني مش بس هي في الاخر قالت انا كان ممكن اعمل الفيلم ده ما كانش في مشكله هي موجوده على يوتيوب في كل حته مين يعني اتقالت مين هي صرحت نرمين ماهر هي صرحت نرمين ماهر قالت ان مش هينفع هي صرحت واحنا قبل بعد التصوير انها كانت قالت انا بعد ما اتجوزت بقيت انقي ادواري واتعرض عليا واستاذ خالد صديقي بس انا قلت له ما اقدرش اعمل الدور ده انت كده مغامره بقى انت كده يعني لا هو كتير كمان كان بيتقال ان حوريه رفضت في نص الفيلم
اعتذرت لانه اكتشفت انه الفيلم فيه مشاهد ما تنفعش تعملها، وده مش حقيقي. ده مش حقيقي خالص. حوريا انت كنت وضحت انها مشاكل انتاجيه يعني، او خلاف على ربما على الفلوس يعني. لا مش في الوقت، هو المشكله كان في الوقت مش عايزين نوقفها. هي حقيقه هي كانت معانا متعاونه الى ابعد الحدود، لانه احنا في دوران شبرا مع خالد اديناها دور مهم جدا لحوريه، فهي قالت معاك انت، اجت حقيقه ومضت على بياض، هي ما اتكلمتش في الفلوس خالص، وقالت انا مستعده اللي انتوا عايزينه انا هعمله. هي بس المشكله اللي حصلت ان هي كانت لسه مخلصه مسلسل ساحره الجنوب وكانت جسديا تعبانه جدا. طيب فاحنا صورنا يوم وبعد كده قلنا لا مش هينفع، لانه المجهود الجسدي هي مش هتقدر تعمله في الفيلم ده، والدكتور قال هي محتاجه شهرين تستريح. يعني هو ده المظبوط اللي حصل، مفيش ولا مشاكل انتاجيه، الست كانت متعاونه معانا الى ابعد الحدود. طيب خلينا نشوف كده استاذ اشرف امزج لنا انا مقسمها لكم، بس ما هي مش هنعمل ده على الهواء واحد واثنين مع بعض، لان نشوف يعني اول مشاهد من الفيلم ونكمل التعليق عليه. ايوه حسن، في مزاجين هلوة مسجون، لو اي حد قرب من المزرعه طخه. اتداري يا بت، مين هنا؟ انا علي ابو حسن. علي مين؟ علي ابن عمك يا حسن، اوعى تضرب نار. علي ايه اللي هيجيبه دلك؟ جرب يا علي. تهربت يا علي؟ تهربت من السجن يا علي؟ رأيك يا علي؟ تعبان تعبان يا ابن عمي. انت هربت يا ولا؟ كل رد علي هربت. ايوه هربت. اربع عربيات مليانين رجالة متلتمين والكل معاهم سلاح حسن، فرقعوا باب السجن وقتلوا الحراس، خدوا اللي هم جايين عشانهم وقالوا اللي عايز يهرب يهرب. ما رحتش البلد ليه؟ ما هناك اولى بيه. ما انتوا كل اهل يا فاطمه، بعدين احنا ما بقناش حد في البلد، وانا لو رحت البلد ما هيقتلوني. ايوه يا علي، بس انت لسه جاي للبوليس بيدور عليك، يعني مصيره يجيبك هيجيبك. وبصراحه المزرعه دي مزرعه راجل محترم، ما ينفعش اقعد فيها واحد هربان من السجن. محدش هدور عليها يا حسن، البلد خربانة. وحشتيني يا فاطمة. وحشتيني يا بت.
بس بالخير يا فاطمة. طيب نايد، قبل ما اسال احمد، طب حتى لما عرض عليك الدور في البدايه كان الورق معمول فيه ان العشيق هو شقيق الزوج، يعني هندخل هنا في زنا المحارم؟ لا انا ما كنتش قريت لما كان اخوات، كنت قريت لما كانوا ولاد عم، بس انا في الاول في الاخر انا ما بفهمش في الحته دي قوي، فما اقدرش اتكلم فيها، بس هم منعوا، قالوا الاستاذ ممنوع يبقى هم اتنين اخوات. هذا من الاول خالص الرقابه. انا هسال بس الرقابه هنا، لانك انت كنت عامل احمد عبد الله محمود، هنا كان هيبقى اخو الزوج، يعني هندخل في زنا المحارم، بتدخل بقى في منطقه يا استاذ خالد تثير استفزازا كبيرا. يعني بالظبط انا اما قالوا لي لا، يعني الرقابه قالت لي ده هيدخل في زنا المحارم وكده، فانا قلت لا ده مش الموضوع بتاعي، فانا مش قلت لهم الحل ايه، قالوا لي يبقى ابن عمه وابن خالته، قلت لهم طب خلاص، لان انا ما كنتش عاوز اخد الفيلم في الاتجاه ده. انك انت عايز تدخل في منطقه ممنوعات ومحظورات عشان بالظبط، مش هي دي قضيتك في الفيلم. بالظبط مش هي دي قضيتي خالص. لكن لو هي قضيتك، لو انت بتعمل فيلم عن زنا المحارم هتتمسك بالموقف، هعمله وادافع عنه واحارب لغايه ما اعمله، لكن مش ده كان القضيه خالص. وانا ما كنتش يعني، مع اني ابويا ازهري، ما كنتش عارف ان ده زنا محارم بامانه. الاخ لا انا قلت انت اتربيت في اوروبا كتير بقى فنسيت ولا ايه؟ الاخ مع الزوجه يبقى مش زنا محارم. اتعلمت بقى، فقلت لهم لا ده مش الموضوع خالص. حتى انا قلت، انا فاكر قلت اللي قال لي، قلت له ده زنا محارم، قال لي قلت له لا انا مش عاوز الجزئيه دي، وغيرناها بالتليفون يعني، وقلت استاذ جابن انا على فكره انا خليته ابن عمه، قال لي اوكي بس ده، والموضوع خلص في نفس الوقت. اتصرف بقى هو من الرقابه فالدنيا. بس انت وافيت استاذ جابي في الاول على العشيق يكون اخو الزوج فندخل في زنا المحارم. ما انا كمان ما كنتش فاهم بقى، يعني ده ابوه ازهري وما فيش فاهم. فانا ده يا جماعه هاتوا كتاب زنا المحارم او هاتوا المحارم، ممكن ما هو اصل ده مش الموضوع كان، يعني انا ما كانش موضوعنا خالص يعني، فاذا الازهري ما فهمش انا اللي هفهم يعني. او انت ما قلتش ده هيكسبنا كتير، هيدخل في منطقه ممنوعات ومحظورات. ف لا حقيقه انا الفيلم انا كان همي في الفيلم ده ان احنا عندنا اربع شخصيات في مكان واحد. الفكر كان بتاعي انا ازاي احنا هنشد المشاهد يشوف الاربع شخصيات لمده ساعتين في هذا المكان من غير ما يزهق. ده كان التفكير. ما انا عايز لسه كنت اتكلم عن ثبات المكان، انت بتشوف مكان واحد. ده اللي كان التفكير الاساسي بتاعي، يعني الحاجات التانية ما حقيقة ما كنتش يعني واعيلها قوي، كان تفكيري كله الاحداث اللي هتحصل، هل انا هبقى متسلي وانا بشوف المشاهد هيزهق، يعني ده اللي كان قاعد في دماغي كل الوقت، وعايز اعرف مع خالد هيعمل ايه والاحداث هتمشي ازاي والحاجات دي كلها، يعني ده كان همي حقيقة اكتر من اي حاجة تانية يعني. طيب قبل بس احمد، نادي انت هنا امراه يتصارع عليها ثلاثه رجال، وبالتالي يعني طول في مشاهد الفيلم هي شخصيتك محورها الاساسي هو الهاجس الجنسي او المشكله الجنسيه. ده كمان وانت بتعملي الدور ما 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 ما, ما, بت ما يعني بتقول انا هعمله بشكل، ولا لازم تقتنع بالورق، يعني تقول هعمله ولا لازم تقتنع بالسياق اللي مكتوب في الورق وتقتنع بالشخصية؟ هو احنا كان تلات ارباع من نقاشاتنا كنا خلصنا ده في قعدة انا واستاذ، قعدة واحدة بس، وبعد كده تلات ارباع الكلام اللي كان واحنا في اللوكيشن كان بيبقى على الشخصية وعلى الدور وعليها وعلاقتها بالناس اللي حواليها. ما اعتقدش ان احنا واحنا بنصور اتكلمنا في الموضوع ده، بس احنا كنا اتكلمنا فيه مرة واحدة بس في المكتب،
وانا انا بشتغل ممثله وانا بصراحه من يعني من وجهه نظري احنا في 2016 ما ينفعش ابقى سايبه كل حاجه بتتعمل في الفيلم وكل كل حاجه بيناقشها الفيلم وامسك في انه هي لبست ايه هنا، هي عملت ايه هنا، هي راحت فين. فبقى الموضوع قدامنا ما بيتكلمش غير على ده، وانا شايفه ان ده غلط، ده مش صح. لازم يبقى عندنا بقى نقد بنوع مختلف للافلام دلوقتي. فاطمه كانت تعرض لقهر معين، قهر نفسي جنسي ايا كان القهر اللي كانت بتتعرض له. فانا كنت بس اللي مضايقني انه كان النقاد او كان الناس، وكان ناس كمان المفروض كنت متخيله ان هم يبقى رايهم مختلف، هم بس الموضوع ده اللي بيتكلموا فيه. فده دي كانت حاجه بس يعني ما كانتش عجباني، انه الفيلم بيتكلم على حاجات كتير جدا. يعني ما حدش شاف ادائك، واحنا هنشوف لسه مشاهد فيها انت الاداء عالي جدا يعني، فما حدش اتكلم عن ادائك قد ما الكلام عن بالظبط ومين رفض ومين مشكلتها عمل الجنس طول الوقت بالظبط. وده مش حقيقي يعني، ده مش ده اللي كان بيتناوله الفيلم تماما، انه ايه ده دول مش عارف كم بوسه ولا كم مش عارف ايه. احنا ما عملناش ده اصلا يعني استاذ خالد، احنا ما عملناش ده، احنا حقيقي ما عملناش ده. هو احنا بنعمل صناعه وهي دي الحرفيه، انه ما يبقاش فيه الانطباع اللي عند الناس، بس ده ما حصلش. احنا بنتكلم في قضيه تانية خالص، بنتكلم عن علاقه فاطمه بحبيبها، علاقه فاطمه بجوزها، علاقه فاطمه بالراجل اللي بتشتغل عنده، علاقه فاطمه بالحياه كلها، الناس اللي حواليها. فانا بس دي كانت الجزئيه، انه احنا لو احنا نفسنا نبقى عندنا افلام قويه وعالميه وكده، يعني لازم نبطل نفكر هم كانوا عملوا ايه، ولا هي لبست ايه، ولا يعني منشط مثلا قريته من الحاجات اللي استفزتني جدا، ثلاث افلام لثلاث مخرجين مهمين جدا وافلام مهمه واخدت جوائز، وبيقول لك المنشط قبولات منا قبولات منا ميوهنا جسد نهد السباعي يتصارعن على الايرادات. ده بجد يعني فيلم للاستاذ هاله خليل وفيلم للاستاذ محمد خان، فيلم يعني الشباك داخل على جسد نهد السباعي لا يعني ما هو لسه كنا بنتكلم يا جماعه، الجنس ما بيبيعش. حتى احنا في الصحافه زمان في التسعينيات كان ممكن صوره مثيره، البعض يعتقد انها ما كانش بقى فيه لا الانترنت ولا خلاص يعني الجنس مش انما المضمون. يعني انت بتقولي اهتموا بالمضمون اللي انا بقدمه بالظبط. وبعدين انا الناس تتفرج على الفيلم وانا هتقبل النقد جدا، انا بتشتم حضرتك من قبل الفيلم بكتير يعني من مجرد الصوره اللي نزلت لحياتك، من مجرد ما قال ان انا عامل فيلم يعني انا بتشتم في انه حرام الجسد ونهاية السباعي تعمله، وكان في ممثله اعتذرت لمجرد الفيلم ساخن او الكلام ده مش حقيقي خالص. بس انا خلاص ما بقتش بعمل حاجه من غير ما تشتم، اتحصنت خلاص يعني تمام من الشتيمة. قبل بقى ما هنتكلم لسه في المدلول السياسي، احمد عبد الله محمود ايضا كان يعني مفاجاه، بس انا عايز قبل ما احمد، انت اخترت احمد تحديدا لانه ربما يتفق الجميع على ان اختيار الممثلين للشخصيات كان دقيقا، يعني اختيار احمد تحديدا في هذا الدور انت اللي اختار؟ كان نرمين ماهر برضو اما قالت لي في ده قبل ما المشروع يروح لاستاذ جابي يعني قالت لي معانا احمد ده كويس قوي في مواصفات عليه، فقلت لها طب نتقابل بكره. فتقابلنا في مينا هاوس وهو دخل عليا شفت فيه الشخصيه، قعدنا نتكلم شويه، حسيت فيه الحته اللي انا كنت عاوزها في الشخصيه اللي هي فطريه شويه، انه وش ممكن يبقى طفولي بس يبقى عنيف، انه شخصيه فطريه وجايه من الارض، وانا كنت عاوز شخصيه علي تبقى كده، ما تبقاش ما مش زي مراد مثلا ما بتجهز كل حاجه، لا ده واحد بيتعامل باحساسه دلوقتي قال له يموت ابن عمه فبيموته عشان حبيبته، فلقيت ده في احمد موجود واشتغلنا على الدور كتير يعني. بس ما شفتش حد تاني يعني، انا رحت الاستاذ جابي قال لي مين، قلت له احمد، وده اللي شايفه يعني، كنت فعلا شايف احمد في الدور مش حد تاني، وكان يبقى صعب ان يبقى حد تاني. طيب خلونا نشوف مشهد تاني ونسال بقى احمد عن الدور، نشوف المشهد التلات نشوف. وده يا جماعه هتشوفوا يعني حتى
قضية الهاجس الجنسي أو المشاكل الجنسية المتعلقة بالفيلم يعني هي مشاكل موجودة في المجتمع ولم تقدم بابتزال، لكن كمان هنشوف هل تعكس مدلولا سياسيا خلطة الفيلم كلها. نشوف أولا المشهد. يا فاطمة مش عايزة تجيب عيل جوزك ليه؟ والله يا باشمهندس يعني هو يتجاد عن وني خدمته. يا حسن مش قادر تجاد عن ليه؟ السكر مبهدلنا يا باشا. بركة في سعادتك بقى. بركة فيا هعمل لك ايه؟ هو مش سعادتك كنت يا فاطمة ما تروحي خدي الفراخ والبيض وحطهم في العربية عند الباشمهندس عشان هياخدهم وهو ماشي. حاضر. مش ساعتك يا باشا كنت قلت لي انك هتجيب لي حاجة دي برشام. ان شاء الله مرة جاية. حسن هي فاطمة انا باين نعس عاوز اخش انام. خش نام. مش هتحصلني؟ حصلك. طب ما تهواش. تصبح على خير. تأخرش يا سي حسن. جاي لك يا فاطمة. ولا يهمك يا اخويا. كان نفسي ابسطك يا فاطمه بس تحبالي مني يا بنت. بس والله العظيم ما بايدي. معلش كله بايد ربنا. بعدين هو مش الباشمهندس قال لك انه هيجيب لك حاجه كده تساعدك؟ مهندس في ايه ولا في ايه؟ كله بإيد ربنا. ادعي له وربنا إن شاء الله يفرجها. قول يا رب. قول يا رب ياخدني ويريحني ويريحك. ما تقولش كده. استغفر ربنا حرام. استغفر الله العظيم يا رب كل شيء. طيب احمد، وطبعا احنا هنشوف العلاقه بين العجز الجنسي والعجز السياسي، بس احمد هنا الدور انت اول لما شفت الورق شفته شقيق الزوج زينة محارم ولا شفته بعد كده بعد التعديل؟ لا انا حاضر من الاول خالص يعني البداية. يعني انت داخل على انه ده الزوج او كان خوف فالحمد لله ان هي بقت كده تدخل في المنطقه دي في لا طبعا قلقت جدا اكيد كنت قلقان، بس هي الحكايه كلها ان انا طول الوقت الاستاذ مش دكتاتور يعني بيتناقش بيتكلم كتير بيتناقشوا فلما اتكلمنا في موضوع ان زينة محارم وحاجات خصوصا انه لما حصل موضوع الرقابه فقلت له انا بصراحه كنت مرعوب من الموضوع ده فكنت مش عارف الناس هتشوفه ازاي. يعني علي دلوقتي في مشهد تحبه وتتعاطف معاه وتحسه طفل وتحسه بريء وتحسه حاجات كتير، والمشهد اللي بعده على طول انت خايف منه. ده قاتل، ده يعني ده عنيف جدا، ده يعني ما عندوش اي قيود او اي يعني اي نوع من انواع السيطره على مشاعره او احاسيسه او فده كان مستفز بالنسبه لي تمثيليا يعني خلاني احاول احل
اي مشكله موجوده تواجهني انا في خوف كممثل يعني. عشان الشخصيه كانت حلوه قوي قوي. عجبت. احمد انت شارب من 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 والدك الاستاذ عبد الله محمود الله يرحمه الفنان الكبير. يا رب نبقى نرصه بس ان شاء الله. كان بيعلمك التمثيل وانت صغير؟ او بيحببك فيه يعني. انا عبد الله محمود بالنسبه لي الاب والاخ والصديق وكل حاجه في الدنيا يعني. هي از ماي ماستر في كل حاجه بقى. عندنا مشاهد يا جماعه لعبد الله محمود نشوفها واحنا بنسمع احمد اتفضل. في حته ان انا كمان لان انا كنت بروح معاه من وانا طفل يعني في كل حته. لوكيشن عنده مسرح عنده بروفات كواليس عنده وات ايفر انا ماليش دعوه انا بحبك وانا معاك. فكان ده بالنسبه لي انا في عالم غريب جدا مش فاهم اي حاجه. هو كان بيشوفني انا عايز اروح فين يعني. هتشد اكتر للكاميرات والاضاءه والحاجات دي ولا هتشد اكتر للديكور ولا هتشد اكتر ان انا ابقى بتفرج على اداء الممثل. هو عايز يعرف احمد عايز يروح فين كان. فده اللي كان ده اللي وجهني اكتر من زمان يعني. ان انا حسيت ان انا لا انا بحب ابقى قدام الكاميرا. بحسها يعني البنت بتاعتي. عايزه على طول معجبه بيا. فهي دي الحكايه. طب هنا هكمل معاك الاستاذ جابي. ما بتخافش شويه تقول انا عايز اسماء ولا ده ما بقاش موجود يعني؟ احمد يعني في بدايات يعني في ممكن تقول لما اجيب نجم بيبيع ولا ده مش في بيبقى في ذهنك تقول لا اما اجيب الممثل الكويس اللي يصلح للدور؟ هو بكل تاكيد انا افضل الممثل الكويس اللي يصلح للدور. والمشروع كله ده كان مبني على كده ان احنا عايزين نجيب الممثلين اللي هي تصلح لهذه الادوار اكتر من تفكير في اي ان انا اجيب نجم يريحني والجمهور يدخل علشان وانا واحمد نجم يعني ان شاء الله يعني. ما ممكن بدايات النجوميه يعني لانه هو الجو كله بتاع الفيلم ده كان جو فيه حب مفيش نفسنا خالص. كان جو بسيط. اشتغلنا بشكل مرتاح جدا. كلنا كنا حابين نعمل هذا العمل. فأنا مع خالد كنا متفقين ان احنا عايزين نمشي بالطريقة دي الفيلم ده يعني. ممنوع الكرفانات. ممنوع نجيب مساعدين للممثلين. كل لبيسة مش عارف ايه. احنا هناكل كلنا نفس الاكل. هنقعد على نفس الترابيزة. الحاجات دي كلها في اوضة او اوضتين بنغير فيهم بنرتاح فيهم. يعني الناس تعيش كأسرة واحدة بالظبط. فده كان هو ده الهدف. وبعدين احمد يعني حقيقة هو لما خالد قال لي انا شفت احمد في الدور وان هو ابن عبد الله محمود ده كمان كان حافز لي اكتر انه اشتغل معاه يعني. لان احنا خالي اشتغل كتير مع عبد الله محمود في افلام كتير وكده. فانا قلت لا يعني في حاجة كده زقتني اكتر انه اوافق بسرعة على الدور ده على اختيار. طيب احمد طبعا يعني همزك بس السؤال اللي فات تاني. الفيلم فيه الـ 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 الجنس القتل الخيانه. الـ 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 الممثل هل يخاف شويه ان الصوره السلبيه تتصدر او ان الناس تكره الشخصيه مع ان انت كان عندك قصه حب قبلها يعني؟ هي دي يعني ده مبرر الى حد ما. وبعدين نهاية كل شخصية يعني عملت خطيئة كانت يعني سيئة. I think ان كل واحد خد جزائه يعني في الاخر. احنا مش يعني مش ببقى انا ببقى بعمل شخصية بتطرح مشكلة مش لازم احلها. بس لازم ابين ان في المشكلة دي مثلا دي بتحصل فعلا حقيقي. ودي نهاية الناس دي اللي عملوا كده. اللي هو مش يعني مش بحبب الناس او مش ببقى شايف ان انا هبقى وادواتك هنا طبعا البنيان الجسدي واللي هو انت هنا هو لا يعني في عاطفه. بس كمان بالنسبه للزوجه المقهوره يعني فانت رمز كمان للفحوله يعني. يعني كنت بقول للاستاذ خالد اقوم قريت ده مبسوط قوي اهو في هو انا بحس علي طفل في جسد بني ادم كبير يعني. طفل في جسد بني آدم كبير. هو طفل يا جماعه لانه فعلا لما هتشوفوا المشاهد هو علي بيحبها يعني. توليفه عجيبه ولكن هي اتجوزت لما دخلت انت السجن وقتلت عشانها.
ودخلت السجن وهربت من السجن في ثورة 25 يناير. ولما رجعت تاني فلقيتها تزوجت ابن عمك. ابن عمه اللي مربيه كمان. الفيلم كله ابن عمه اللي مربيه، فهي دي الحيرة اللي فيها. ابن عمه اللي مربيه وابن عمه اللي فتح له الباب واللي أنقذه يعني، ووجد له مأوى وملاذا يعني بعد السجن. وبعد كده هو بيحبه فعلا على فكرة، يعني حضرتك شفت الفيلم فهو هو بيحبه فعلا، هو مش يعني عمره ما فكر انه ممكن يخلص من ابن عمه ده. بس هي لحظة عدم وجود قيود الأستاذ خالد كان عايز يبينها ان سواء بقى انسان او سواء مجتمع، مفيش قيود يبقى مفيش اي حاجة في الدنيا، مفيش اي قيم، مفيش اي حاجة يعني، ما عندوش. هو بياخد الاكشن وبعدين يفكر يندم، زي ما عمل الخطيئة اول مرة، بعد كده انا نحس حسن، انا كل ما احب حد او يحبني بيتأذي. فالولد جنني يعني علي ده كان بالنسبة لي مشاعر كتير متخبطة في بعض، فبقيت مخضوض وفي نفس الوقت كان لا يعني ده فيلم بالقيمة دي مع شركة انتاج بالقيمة دي مع مخرج بالقيمة دي، فما يعني ما كنتش اقدر اقول اي لا في الدنيا. طيب نشوف من مشاهد الفيلم ونكمل بقى نشوف هل كان في تعمد للمدلول السياسي؟ يعني ليه بدأ الفيلم بهروب المساجين من السجون في ثورة 25 يناير؟ وليه كمان مشهد القتل كان متزامنا مع تنحي مبارك؟ هل في مدلول سياسي عاوز يوصله المؤلف والمخرج؟ نشوف. خد اللي بعد كده اتفضل. اتجوزت ابن عم لها فاطمة. اتجوزته عشان اللي بحبه دخل السجن قتل. كنت عاوزني اعمل ايه؟ استناني 25 ثانية. انا يعني قتلته واتسجنت عشان مين؟ مش عشان كنت بحميكي؟ انت اللي قلت لي احميني من غفير مطاوع، وانه كان بيعكسك في الراحة وفي الجاية. قتلته عشانك يا فاطمة. قلت لك اتكلم معاه، اضربه، اعمل اي حاجة، بس مش تقتله. دول 25 ثانية، مش شهر ولا شهرين. تتجوز ابن عم يا فاطمة؟ ابن عمي ريتهم كانوا شنقوني ولا تعذبتش العذاب اللي عشته. لما كنت بتخيلك معاها بيت جسمي كان بيتحرق، كنت بخبط دماغي في حيطان السجن كل ليلة لحد ما تنزل دم. فاطمة انت ملكي يا بيت، من واحنا عيال وانت ملكي، ودلوقتي انت ملكي. أنا مش ملكك، أنا ملكي حسن، أنا ملكي ابن عمك. ما بتحبهوش بس مرضه. اتجوزتيه بس ما بتحبهوش. لما كنت بلمس جسمك يا بت وبمص شفايفك كنت متأكد إنك عمرك ما هتحب راجل تاني غيري. طيب قبل مثلا ما نقول سيدنا نهد، بتزعل ان البعض احيانا يعني مش ما يشوفش اللي هو التأثيرات النفسية اللي عليك اللي انت بتطلعيها في الاداء، ويركز قوي على انه المشاهد كان فيها يعني شجاعة يعني هنا شايفة انت انك خدت عمق الشخصية بتأثيراتها النفسية. زوجة كانت بتحب شابا دخل السجن، اتجوزت، عانت من مشاكل نفسية ومشاكل معيشية وجنسية يعني، ولما بيعود إليها الحبيب من تاني هو ملاحق بالسجن يعني، وهذا التشتت فأنت بتطلعيه في هذه الحيرة يعني بتطلعيه، دخلت في عمق الشخصية وبتتضايق ان البعض تاني بيحصرك في انه الفيلم فيه جنس؟ طبيعي يعني، وده طبيعي انه يحصل، او انا كنت متوقع انه هيحصل يعني، بس في الاول في الاخر الفيصل الوحيد هو الفيلم، انه الحاجة اللي يعني اللي انا هقبل النقاش عليها الفيلم. وفي الاول وفي الاخر انا حقيقي مش عاملة حاجة يعني، وانا اللي كان يهمني الموضوع ايه، ما هو انا مش يعني انا ما تعودتش قبل كده ان انا في اي فيلم عملته كان دون المستوى، بتهيالي ان انا ما عملتش ده.
فمش هعمله يعني. وانا بصراحه كنت من انا بحب الفيلم ده جدا، بحب فاطمه جدا، وشايفه انه فاطمه بتمثل، مش قصدي بتمثل حد معين او بس هي روح، هي جسد، هي بني ادمه، دي مشاعرها. بس ما خفتيش ان فاطمه كل ما بتيجي تفلت من الحرام بتفشل يعني، هتسقط بعد كده كمان؟ لا بس ده جديد يعني. بس هي كتير كانت بتقوله الاول لا، كانت بتمنع كتير، كانت بترفض كتير، ما كانتش على طول معايا على طول الخط، بالعكس. وحتى الاستاذ خالد قال انه هي بتقول حرام كتير طول الفيلم. انا من وجهة نظري انه عامل كبير في 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 حاجات في اللي حصل في الفيلم الجهل برضو. الجهل طبعا، لانه ده اللي بي بي ده اللي ده الناس ما بتفكرش، ما يعني ما عندهاش ثقافة معينة، هم ده حرام ده حلال بس. يعني انا ما اعتقدش ان هي كانت فاطمة في الفيلم عارفة ده زنا محرم ولا مثلا. هي عارفه ان ده حرام بس نقطه من اول السؤال مش عارف يعني. بس فاطمه البسيطه في الفيلم حتى بتهيألي هو الموضوع كده. فانا انا انا حبيت فاطمه جدا وتعاملت معاها على انه دور، ما تعاملتش معاها احنا بنعمل ايه، بنعمل كم بوسه في الفيلم، احنا ما عملناش كمان يعني. ودي حاجه تانية انه لك احنا ما عملناش طبعا ما فيش، بس كأنك بتدافع عن نفسك يعني، احنا انا ما عملتش حاجه بيه ما عملتش حاجه، وكأني بدافع عن ده بس. وده دي اكتر حاجه مضايقاني، انه انا لما بيتقال عليا ممثله جريئه والله ما بتضايق، بالعكس انا ببسط جدا، لانه الجرأه مش بس جرأه ادوار مشاهد كده، لا الجرأه كانت في حاجات بقدمها، مش لازم يبقى الموضوع جرأه جنسيه يعني. بس انا باخد الموضوع من 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 سكه من طريقه تفكير تانية، انه انا بمثل، انا بعمل دور، انا دي شغلتي، وببذل مجهود ان انا اعملها كويس. الناس تنتقد، انا معاهم جدا في اي نقد بينتقدوه، بس مش مع حاجات تانية كتير يعني، مش مع يعني مثلا في شتيمه زياده ليه، ما انا شتيمه يعني بس لا، اللي كان مضايقني كمان اكتر ان كان في ناس بتنقد الفيلم قبل ما تتفرج اصلا، من مجرد فعلا الصوره اللي حضرتك قلت عليها اول ما نزلت، لقيت حاجات كتير غريبه جدا، وده الفيلم ده بيتكلم عن كذا وده كذا وده كذا. انا لقيت حد جايب لي الصوره، شفت شفت ايه؟ شفت ده صوره بس في الاعداد اهو يعني. فانه كان موضوع مستفز يعني، اللي هو طب اتفرج، قدر ان في ناس تعبت، عامله قيمه، عامله شغل، عامله مجهود، عامله وات ايفر هتسميه ايه، بس نتفرج على الحاجة وبعدين كده بعدين يبقى في نقد بس. ده طيب. اللي كنت بقول هطلع فاصل بعدها هدخل في الأساس يعني، بقعد اتناقش مع ناس شفت الفيلم ازاي، هل انت في عندك موقف من ثورة 25 يناير زي ما بيتضح في بعض الجمل، اتنين العجز الجنسي بتخلطه بالعجز السياسي، تلاتة في واحد قال لي مثلا انه الاغتصاب ده، او مشهد زكي فطين عبد الوهاب لما بيجوزهم وبعد كده هو بيمتلكها، انه ده تعبير عن من اختطف يعني، من اختطف الثوره، كل واحد بيشوفها بعين يعني. وفي مدلول سياسي في الفيلم ولا مفيش؟ هسألك في ده وهنكمل معاكم في فيلم حرام الجسد، فيلم مهم جدا يثير جدلا، هنتابع معاكم بعض التفاصيل، الملابسات، الأسئلة المهمة، وأيضا بعض المشاهد هنحرق عليهم الفيلم إن شاء الله. إن شاء الله.